حوالي سيدة ونعمل فيها كيجا الدرب خاص كل شيء ليس بمكان موجود كافي بديل حاضر يعني نابو عملية الإحصاء بدأت على مستوى إقليم الجزيرة وستشمل كافة المناطق في الإقليم. بداية بدأنا بمنطقة ديريك في كانتون قامشلو حيث ستشمل منطقة ديريك ونواحيها ناحية قرقيلة جيتش الأغات الكوتشر وديريك. عملية الإحصاء بدأت بمشاركة المدرسين ومدرسات هيئة التربية والتعليم ورؤساء المشتركين للكومينات أو أحد أعضاء الكومينات. العملية ستبدأ باستخدام الأجهزة الإلكترونية نوع تاب وذلك عبر تطبيق خاص لعملية الإحصاء ومن بعدها يتم تجميع هذه البيانات. لحد الآن العملية بدأت اليوم صباحا في منطقة ديريك ونواحيها كما ذكرنا. لحد الآن لا يوجد أي مشاكل تتعرض لها الفرق الميدانية. الأمور تسير بشكل جيد لحد هذه اللحظة. عملية الإحصاء ستكون على مستوى مقاطعة قامشلو كما ذكرنا. بعد الانتهاء من منطقة ديريك ونواحيها سنبدأ بمنطقة قامشلو. لم تحدد موعد الإحصاء لحد هذه اللحظة. بعد الانتهاء من منطقة ديريك سيتم تحديد المنطقة. لم يتم إحصاء في أي منطقة حتى الآن. المنطقة الوحيدة التي بدأنا بها هي منطقة ديريك، بالإضافة إلى العملية التجريبية التي قمنا بها هي كانت في منطقة كوشرات التابعة لناحية ديريك. من المشروع الإحصاء السكاني في إقليم الجزيرة هو إنشاء قاعدة بيانات ووضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية في المرحلة القادمة. الهدف الأساسي من مشروع الإحصاء السكاني في إقليم الجزيرة هو إنشاء قاعدة بيانات لوضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالأمور المهنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمور الخدمية بشكل خاص.